من الإخوان اللي كينشطوا في هذا المنظمة اللي هي في الحقيقة قانونية بيسك عندها المونيتور ديالها رسميا في الجريدة في في الدولة البلجيكية، والقانون البلجيكي هو اللي مسؤول علينا. اولا بغيت نحكي على القضيه ديال جريده الصباح اللي كتبت علينا بان سماتنا جمعيات وهميه في بلجيكا تهاجم القضاء المغربي، وهذا عار باش الاخ باه يكتب هذا الشيء بلا ما يتصل بالمنظمه ويطلب لها المعلومات. حقيقه كيقول الجمعيات الوهميه ما كيعنيش منظمه خاصه، ولكن كان يجب عليه لانه حط على بعض الاخوان اللي هما في المنظمه، منهم الاخت اللي كيقول بان عندها اوراق زورت الاوراق وهذه فيها قضيه ديال الاخ اللي هو حكم على قاضي في وجده عادل في وجده اللي هو مازال الى حد الان حاكم عليه حاكمين عليه بعشر سنين ديال 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 السجن، وهو مازال كيحوس وكيتمنظر في وجده اللي كاع ما كاين حتى حاجه. دونك ماشي قضيه سهله ولا ديال الضحك باش يكتب لنا ويقول لنا احنا كنسبوا بعض القضاء ولا المحاميين ولا هذه. احنا كنادوا المحاميين كنطلبوا يكون محاميين معقولين في هذه القضيه، لان هذا مشكل ديال الجاليه في الخارج، والجاليه الخارج ما عندهاش الوقت باش غادي تكون تسير كما كيكونوا الخوت اللي هما موجودين. ثانيه بغينا القضاء يكونوا فاني على بالهم، راه كاين التصرف غير قانوني وراه بان، قالها الوزير العدل. واخيرا حتى الملك نصبها في قرار ديالو الاخير، النداء ديالو اللي كيقول للوزير خص تقوم في هذه العمليه، ونتمنوا ان شاء الله هذا الوزير الجديد ياخذ هذه القضيه مهمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوان والاخوات مشاهدين ومشاهدات داخل وخارجه وفي انحاء العالم، اولا بعد كنحيي هذه الجمعيه اللي كيذكرها الصحفي الصباح، انا كنقول له عار عليك وحشوم عليك. بقى هذه الجمعيه هذه اللي كتهضر على المشاكل ديالنا انتم كتحاربوها، وهذا الشيء مش معقول. حنا عندنا الامل فيها، وهي اللي جمعت هاد الاخوان اللي عندهم مشاكل هنا وجزاها الله عنا خيرا، وعاد كتزيد فلوس من الجيم ديالها ما عندهاش حتى سبزيد، ومع وزياده على ذلك كتجمعنا وبقى صابره معنا الله يجازيها بخير. الصباح شخص قبل ما تكتب هالمنشور هذا كيقول الجمعيه وهميه، شخص بعد من البحث ديالها، اللي كنعرف الصحفيين عندهم المهنه كيعملوا البحث وكيستجبوا ديك الناس وكيهضروا معاهم، كيقول لهم ودي راه شي بيكون كذا وكذا وكذا، خصكم تعطونا دلائل. فهاد الجمعيه هذه خصها تحاكم، عفوا هاد الجريده الصباح خصها تحاكم وخصها يفتح عليها التحقيق، اللي ما بقاش يكتبني من بوركوا. ماشي لهم الجاليه في الخارج، الجاليه في الخارج عندها شرف ديالها وعندها القيمه ديالها وعندها بزاف ديال الهدف ديالها. وحنا بعد انا شخصيا كنشكرها بزاف، كنشكرها جدا. كلام المشاكل ديالي. ثانيا باقي لكم واحد القضيه، لان اش كيقول الجمعيه كيقول وهميه، ها هو المونيتور ديالها، حتى حنا ما كنمشيوش لعند الجمعيات نيمبورت، حتى كنتيقنوا بهم بانهم صحيحين جدا عا كنهضروا معاهم. ولهذا كان ها هو المونيتور، وكنقول له الصباح عار عليك وخصك تراجع نفسك وتكتب واحد المقال في هذا الشيء هذا وتطلب من المسامحه. انا اسمي احمد عبد الحميد، مقيم بلجيكا. بغيت شي نتكلم واحد جوج كلايم، لان عندنا شي مشاكل في المغرب، وانخرطت في واحد الجمعيه سميتها بلغو ماروكان، زعما الصراحه وقفوا معايا وبسبب ديالهم باش وصلت حاليا. زعما المستجدات اللي وصلوا لنا وهما انهم ردوا علينا وراهم يتفاوضوا معنا حاليا، صيفطوا لنا البراوات، ولكن متعطلين شويه في الوقت. معليش حنا كنستناو مادام انهم ردوا علينا وقالوا لنا، وسيرتو من بعد الخطاب ديال سيدنا كنهضر على هذا نزع الملكيه، قال لهم خصكم هذا. وزعما الصراحه غير من بعد الخطاب شهر ولا شهر ونص جانا مستجدات، صيفطوا لنا استدعاءات وصيفطوا لنا، ولكن مازال ما ردوش علينا حاليا. سميتي بن سعيد الميلود، والحمد لله تلاقيت مع واحد الجمعيه من 2015 حتى لدابا، فهمت، وسردوني عند واحد السيد اللي واقف معايا الحمد لله في الساعه، ولكن كنستنى مازال عاد الريزلت. واحد القطعه فلاحيه درنا خير في واحد السيد ولا ليا حنج. مدينة 40 سنة. مدينة أنا واحد بركان. واحد بركان. نشفى. جارية بركان. أوكي. صح.
فين وصلت القضية اليوم؟ ردوا عليا دفعنا الشكاية للرباط والآخر قرص لها الجالية سينو هذاك السيد ما نستعرفش به ما نقدرش نستعرف به وخام بركان واقف الحمد لله واقف معايا فين وصلت القضية اليوم فين وصلت؟ تل الخبير دروك كنستناو غير الخبير يدير الخبرة من بعد؟ ومن بعد نشوف عاود الحكم فهمت الحكم مازال ما تحكمش كيتحرك واه كيتحرك احسن من قبل غراس ولا الجاليه بالمغرب ايه غراس الجاليه بالكو ماروك كاين شي ناس كيقولوا بان الجمعيه هذه في المغرب بانها ما كايناش غير كذوب سمعت عليها ولكن شنو كترد عليهم واش كنرد واقيلا الكذابه هما فالجمعيه اللي كنعرف ان الناس يعني اللي كيشكلوا يعني كاعضاء في هذه الجمعيه الناس اللي عندهم معاناه في هذه الملفات وناس اللي عندهم دراية بهذا الموضوع وناس اللي داروا دي ديمارش يعني إدارية باش لإقامة هذه الجمعية وكاين أنشطة يعني كاين حضرت معهم جوج ديال الأنشطة اللي كانت رسمية يعني وهمية دونك ما كتبانليش أنا بأنها جمعية وهي خاصة أنهم كيتعاملوا بها هنا في أوروبا مع السلطات الأوروبية ومع أشخاص اللي كتمثل المجتمع المدني كذلك هنا في بلجيكا مثلا انا الجمعيه اللي قدمت لها الاتهام كان عرفها مزيان وهاد الناس هادو كاجتمعت معاهم وجلست معاهم عده المرات وكنشوف بانما هاد الجمعيه هذه جمعيه اللي نقدر نقول قليل من الجمعيات هنا في بلجيكا اللي كنعرفها انا اللي هي كتمثل واحد العداد ديال الناس حقيقة ماشي جمعية اللي مكونة بشخص أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة كما هذه الجمعية هذه عندها منخرطين وعندها ناس أنا شت اجتماعات اللي كانت فيها ما لا يقل على 60 واحد إذن جمعية كنشوفها في المستوى وثانيا المطالب ديالهم هي مطالب مشروعة وحنا كنعرفوا على ان منين كيكون طلب او يعني شخص يكون عنده مطالب الا وهما حق ضائع وحنا كنتمناو باش هاد الناس هادو يعني كنعرفوهم فيهم الناس اللي هما مسنين فيهم الناس اللي هما شباب من جميع الشرائح اللي يعني كيتشكاو من وكيطالبوا الحقوق ديالهم واش عباد الله كنعرفوا امراه عن طريق هذه الجمعيه هذه عندها اكثر من 70 سنة ومريضه وشرات دار في المغرب مسكينه هذه 10 سنين وهي تحاول باش تستقر فيها والو الرجل ديالها مات من بعد هي غادي تموت وما استفدوش من هذا العقار هذا ومن بعد تجي جمعيه اخرى سواديزون يعني عندها عصابة برا المغرب وتنصب عليها وأنا شاهد باللي واحد الشخص من دوك الناس هددها رغم السن ديالها والحالة الصحية ديالها وكيقول بأنما غادي يديها للحبس مشكلة هذه وهذا ولهذا أنا نقول باللي ماشي غير هذه الجمعية بزاف ديال المواطنين المغاربة يتشكون دائما ويشكون لا الله ولا العبد ولا السلطات أن ترجع لهم الحقوق ديالهم وحنا نتمنوا باش المغرب من بعد الخطاب الأخير ديال سيدنا الله ينصرو اللي تكلم على جميع المشاكل ديال المغاربة لا داخل الوطن ولا خارج الوطن ونطلبوا الله ونتمنوا على أن هذاك الخطاب ديالو والكلام ديالو والمطالب ديالو تنفذ بعد على الاقل ينفذوها هاد الناس اللي هما مسؤولين وسمعوا الخطاب ديال سيدنا وسيدنا الله ينصرو كيقول لكل ذي حق حقه تكلمنا على العداله تكلمنا على المشاكل ديال العقار تكلم لينا على المسائل ديال يعني ما خلى المحامي ديالنا احنا اللي كنشوفوه الوحيد وهو سيدنا الله ينصرو ولكن نتمنوا على ان هاد الناس ما يخسروا والو من جيبهم عباد الله ما خسرينش من جيبهم باش يطبقوا القانون وينفذوا الخطاب ديال صاحب الجلاله نصره الله وهذا هو الكلام ديالي السلام عليكم.